طيب خلينا نشوف التقرير التالي، يتحدث عن الأجواء الصحية في الأندية ونجومية اللاعب، إذا في بينهم علاقة ولا لا. نسمع كثيرا بالأجواء الصحية أو الغير صحية في الأندية ومدى تأثيرها على الفريق إجمالا وعلى كل المتواجدين في النادي من أجهزة إدارية وفنية وخصوصا اللاعبين. نعم اللاعبين، ولنضرب لكم مثلا باللاعب تيسير الجاسم نجم الفريق الأهلاوي وأفضل لاعب وسط هذا الموسم بحسب جوائز القناة الرياضية. ماذا قدم تيسير في موسمنا هذا وماذا كان عليه لسنتين قبلها؟ لأن القائمون على شأن الأهلي لطفوا الأجواء وانتزعوا المشاكل من فريقهم وأصبح الجو صحي وعملي. شهدوا الأندية التي حققت إنجازات هذا الموسم، الشباب والهلال، وانظروا إلى أجواء كل فريق منهما. نادرا ما تسمع راتب متأخر أو لاعب يتشاجر مع زميله أو غيرها. صدقوني السر في قوة أي فريق هي الأجواء الداخلية بل والمحيطة بالنادي. متى ما كانت جيدة ستشاهد العطاء يزداد يوما بعد يوم، ومتى ما كانت سلبية ستنعكس بالسلب على أداء الفريق وخصوصا اللاعبين. مسفر الخثعمي، كرة. تساؤلات يطرحها مسفر. تساؤلات مشروع. أولا علينا أن نحدد يعني ما هي الأجواء الصحية أو كيف تتحقق الأجواء الصحية. أنا أعتقد أنه مسائل الأجواء اللي داخل النادي أنه ما يكون في مشاجرات وما هذه مسائل أعتقد أنها بسيطة جدا ولا يمكن أن تؤثر على أي لاعب. الأجواء الصحية هي العمل الإداري، متى ما كان هناك إدارة قوية جدا وشخصيتها قوية وسنت أنظمة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالانضباطية وبالعقود وبالرواتب، وأصبح هناك تنظيم واضح داخل النادي إلى جانب إدارة فنية على مستوى عالي، هذه هي الأجواء الصحية، هذه هي الأجواء التي تحفز منشودة حتى أيوة تحفز أي لاعب مبدع على أنه ينجح. لكن عندما تأتي إلى أندية إدارتها ضعيفة، أجهزتها الفنية متضعضعة، الوضع في داخلها غير واضح وغير مفهوم، هذه هي 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 الأجواء غير الصحية. لا يقصد بالأجواء غير الصحية هي أن هناك شلالية أو هناك مشاجرات بين اللعيبة، هذه مسائل عادية جدا ولا يمكن أن تبنى في مسألة التخطيط المستقبلي أو عملية بناء فرق قوية أو إدارية حتى على مستوى عالي. محمد، إيش تعريفك الأجواء الصحية؟ وفعلا لها علاقة بنجومية اللاعب ولا اللاعب الموهوب ما تأثر عليه الأجواء حتى لو كانت سلبية؟ لا أكيد تأثر. اللاعب أنا أشبهه بموظف يحتاج إلى بيئة عمل مستقرة للإبداع. طبعا أنا دائما أضع اللوم على الإدارة ورأس الهرم لتوفير يعني بيئة عمل واضحة. النجاح، تهيئة الأجواء للإبداع، عوامل النجاح عوامل متكاملة زي ما قال أخويا تركي من إدارة. أي تركي؟ إلى لا تركي الثاني، تركي الأول. تركي السالي. تركي السالي. طبعا الأمر تكامل وعوامل عديدة جدا بين الإدارة، جهاز فني، استقرار مادي له دور كبير جدا. خلينا نأخذ الأهلي كمثال. في خلال سنتين إلى سنتين ونصف يعني كم لاعب خرج من النادي الأهلي؟ لاعبين يعني يرى الجمهور الأهلاوي أنه كانوا يشكلون يعني ما بقول أنه أجواء سلبية أو طاقات سلبية داخل الفريق. تخلص الأهلي من 3 إلى 4 من اللاعبين اللي أعلن كثير أنه يوجد مشاكل داخل الفريق بسببهم أو معهم. شوف الآن الأجواء الصحية في النادي الأهلي، نادي في أجواء صحية، تراها في تصريح اللاعب، تراها في الروح اللي موجودة في الفريق الأهلاوي. هذا مثال أعتقد واضح جدا. نادي الشباب يعيش استقرار، ولاحظ برضو أنه تنقية الأجواء والتصفية وخلخلة فريق العمل الإداري لها دور كبير جدا. أخوي تركي. فاصل قصير بعد ونعود لمواصلة الحديث في البرنامج.